اكتشاف جبال من السكر مخبأة في المحيط. يحتوي المحيط المختبئ تحت الأمواج على احتياطات هائلة من السكر لم نكن على علم بها. وفقا لبحث جديد، واكتشف العلماء أن مروج الأعشاب البحرية في قاع المحيط يمكن أن تخزن كميات هائلة من المواد الحلوة، وهناك آثار كبيرة على تخزين الكربون وتغيير المناخ. ويأتي السكر على شكل سكروز، المكون الرئيسي للسكر المستخدم في المطبخ، ويتم إطلاقه من الأعشاب البحرية إلى التربة تحتها، وهي منطقة تتأثر مباشرة بالجذور. وهذا يعني أن تركيزات السكر في قاع البحر أعلى بنحو 80 مرة مما كانت عليه في المعتاد. ويقول فريق البحث، في جميع أنحاء العالم يمكن أن تحتوي الأعشاب البحرية على ما يصل إلى 1.3 مليون طن من السكروز. وبعبارة أخرى، هذا يكفي لحوالي 32 مليار علبة كوكاكولا. لذلك نحن نتحدث عن اكتشاف كبير للسكر المخفي.